أهلا بكم من جديد. إذن أثار دعم أممي جديد لميليشيا الحوثي الإرهابية في مجال الألغام أثار غضب اليمنيين في خطوة وصفت بالوقحة، كون هذا الدعم يذهب إلى الطرف الذي ينتهك القوانين الدولية التي تجرم زرع الألغام. واتهم نشطاء ومدونون يمنيون الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي بمشاركة ميليشيا الحوثي في جرائم الحرب التي ترتكبها بزراعة ملايين الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دولياً، وذلك بدعمها المتواصل وغير المنقطع للميليشيا تحت غطاء برامج نزع الألغام. ويوم الاثنين أعلنت الميليشيا عن تلقيها دعما من الأمم المتحدة متعلقا بالألغام يشمل 300 من معدات وأجهزة نزع الألغام بقيمة 750 ألف دولار أمريكي. وسبق أن تلقت الميليشيا دعما مماثلا خلال السنوات الماضية تحت غطاء نزع الألغام ودعما آخر لطباعة منهجها المنحرف المحرض على العنف والكراهية وغيرها من أوجه الدعم. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا أمين الخديري مدير دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الوزراء. سيد الخديري أهلا وسهلا بكم. إذا ابتداء، ما موقفكم كحكومة شرعية إزاء استمرار التمويلات الدولية لميليشيا الحوثي تحت غطاء يعني دعم نزع ألغام؟ نتكلم عن استمرار وليست الحالة الأولى. أولا أنا لست الناطق الرسمي، السلام عليكم. عليكم السلام. أولا للحكومة والحكومة معها ناطق رسمي. أما دعم الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية فهذا الدعم الذي ظهر وهو فيه دعم خفي من الأمم المتحدة، وهو اعتبارا من مكافأة من الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية على زرع الألغام. متى شاهدنا الحوثي ينزع الألغام؟ الحوثي زرع الألغام في المدارس، في الطرقات، في المزارع، على كل مكان، راح ضحيتها المئات والعشرات من الأطفال والنساء ورعاة الأغنام. هذا يعتبر أن الأمم المتحدة شريك في قتل الشعب اليمني وداعم رئيسي للحوثيين في زراعة الألغام. هذا عين عينك، ولم يكن الدعم الأول هذا، بل هذا يكون الدعم الثالث من الأمم المتحدة، فقد سبق هذا الدعم الأخير دعم سابق. نعم. دعم للميليشيات الحوثية لزرع الألغام وليس لنزع الألغام. نعم. طيب، هل هنالك تواصل واعتراض من قبل الحكومة الشرعية يعني حسب اطلاعك على الموضوع يعني ورفض لهذا الدعم؟ الحكومة عندها علم بذلك، وهي عبر القنوات الرسمية بتشتغل هذا الجانب ومطلع على الدعم، لكن الجانب القنوات الرسمية للحكومة لم تشتغل بالشكل المطلوب كما تشتغل أدوات الحوثي. نعم. الحكومة تمتلك أدوات ولكن لا تستغلها بالشكل المطلوب. اليوم الميليشيات الحوثية هي داعم رئيسي وهي جماعة إرهابية بامتياز، والمجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم الميليشيات الحوثية. نعم. طيب، يعني هنا يعني نتحدث عن توصيف هذا يعني أو هذه الخطوة من المجتمع الدولي، هل بالفعل هو الدعم لزراعة الألغام أم هنالك حملة تضليل يقوم بها أو تقوم بها ميليشيا الحوثي وتحصل من خلالها على هذا الدعم؟ الحوثي هو يعني معه قنوات تتصل متصلة مباشرة بالأمم المتحدة وشغالين أفضل من الليجان والحقوقيين التابعين للشرعية. العالم يشاهد عبر القنوات الفضائية والناس يسمعون أن الحوثي لا يمكن أن ينزع لغما بل يزرع عشرات الألغام. نعم. طيب، ما مبرر يعني الأمم المتحدة وهذه اللجان بهذا الدعم المتواصل؟ يعني دعمت من قبل ولم تجد يعني أي تحرك للنزع من قبل الميليشيا لكن الدعم مستمر. هذه مكافأة من الأمم المتحدة، هي تعلم علم اليقين أن الميليشيات الحوثية منذ أن انقلبت على الشرعية وعلى الدستور وهي جماعة إرهابية تزرع الألغام وتزرع الموت. لا يمكن لهذه الجماعة أن تنزع لغما. لقد زرعت الألغام بأشكال مختلفة وبأحجام مختلفة، بل زرعت الأحجار كالأغنام. نعم. دارت في الممرات والعالم يشاهد ذلك. هل العالم
والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان أدانت هذه الجرائم؟ نعم. لا. طيب سيد أمين الخضيري، يعني البعض يصف هذا الدعم الدولي هو دعم من جهة وأيضا تبرئة الميليشيا من جريمة زراعة الألغام، هل تتفق؟ الألغام من الذي يزرعها؟ إن ينزل فريق الأمم المتحدة أو ينزل فريق محايد من الفريق المحقق للأمم المتحدة السابق الذي أصدر تقريره في 2020 الذي ذكر بها أن الأمم أن الحوثيين هي الذي تقوم بزرع الألغام، من غيره يزرع الألغام؟ نعم. طيب الآن يعني بعض الراصدون يعني حجم الدعم يقولون أن الميليشيا تحصلت من وراء هذه النقطة نزع الألغام على ما يقارب 176 مليون دولار، أين تذهب هذه الأموال؟ هذه الأموال تذهب لتمويلها و الألغام واستمرار وإطالة أمد الحرب في اليمن. هذا الدعم الرئيسي للحوثي تتلقى من الأمم المتحدة التي هي المعنية بحقوق الإنسان والذي صار داعم من الداعمين الرئيسيين للميليشيات الحوثية. نعم. هناك المعاقين بالمئات والعشرات العلاجات ولا الأدوية الذي بترت أطرافهم والذي تعرضت تشوهت أوقات. نعم. الألغام التي حصدت أرواح العشرات من أبناء الشعب اليمني. نعم. كل الشكر لك أمين الخضيري مدير دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الوزراء.